السلام عليكم، كيفكم؟ بهذا الفيديو رح فرجيكم كيف انا لونت البشرة بالالوان المائية، شو هي الالوان اللي انا اخترتها. اول ما نبلش بحب اقولكم انه هيدي الالوان هي خيار شخصي حسب ذوق كل واحد. اول ما نبلش ايضا بالالوان بالشغل، يعني رح فرجيكم على الادوات اللي انا استخدمتها. الورق اللي رسمت عليه هو هيدا الورق بهيدا الكراس او هيدا الدفتر، مكتوب هون عليه الوان مائيه ووتر كولر، الماركه هي هيدي ستراثمور، الورق هو كولد بريس، ووزنه هو هون مكتوب عليه 300 جرام. الالوان اللي انا استخدمتها هي من ماركه وينسر اند نيوتن، استخدمت هذه العلبه الصغيره من وينسر اند نيوتن. الالوان اللي انا بصنفها انها جيده جدا. اوكي هيا بنا نبدا. هون انا علمت الوجه بقلم الرصاص، رسمت الاوتلاينز. انا كنت شرحت لكم على القناه عندي بفيديو مفصل كيف نرسم الوجه، كيف نرسم الاطار الخارجي لاي وجه. رح اترك لكم لينك الفيديو بخانه المعلومات هنا. هيا بنا نبدا. مثل ما شايفين عندي وجه صغير، بس يكون الوجه صغير يبقى الشغل ادق. اوكي انا رح بلش استخدم هذه الفرشة بالاول، هاي الفرشة اللي كتير صغيرة شايفينها لاينر. واول لون رح اخده هو اللون البني الموجود هون. اوكي يعني فقط ارطب الفرشة قليلا بالماء وبحطها فوق اللون لانه بدي بلش علم العيون. يعني بنفترض انه نحن عم نرسم بقلم رصاص نفس يعني نفس المبدأ، بس انه هون بتتغير لانه هاي غير خامي. اوكي انا هون اخذت شوي من اللون البني. في عندي هون هذه الناحية من الأنف لهون، هيدي العين هي الوجه، وجه سيدي كبيرة بالعمر يعني عجوز، بالتالي الوجه مليء بالتجاعيد. هلأ هون رح أعمل شبه عين، يعني فقط ظل هيدي الجهة اللي جاي خلف الأنف. اوكي رح أعملها بهذا الشكل. وهون في عندي هيدي العين ايضا، يعني اللي مبين منها شبه عين، لانه هي تبقى العين للشخص الكبير بالسن العجوز، مش بس العين البارزة، يبقى بارز الجفن، الجلد المترهل. اوكي يبقى في كتير عوامل تانية بارزة، اكتر شي تبقى بارزة العظمة اذا كان العجوز ضعيف. اكيد ما بنحط رموش طوال ولا شيء لانه بدنا نحن نرسم رسم واقعي. انا ما بحب ارسم على فكره الوجوه اللي حاطه مستحضرات تجميل، ما لا تلفتني ابدا يعني. اوكي هاي شفتوها هون مفتوحه، هاي مشكلها يعني مش راح يكون القسم الابيض من العين، هي جفن هون هلا، بس بمرحله متقدمه بتشوفوا كيف. اوكي رح احاول انا اعمل التجاعيد الموجوده بهذه المنطقه واللي هي كبيره، يعني في عنا تجاعيد كثيره. عندي تجاعيد بالجبهه. اوكي بيجي للانف من هون، انف جنابي يعني. اوكي من جهه وحده انا شايفته. هلا بيجي لمنطقه تحت الانف فوق الفم. الفم ايضا رح اعلمه هذه المرحلة بالبني هيك الخفيف، ومستقبلا بحط عليه لون اخر. اوكي بس الفم غامق، الشفة هون لونه غامق. رح غير الفرشة
راح اخد هذه الفرشة، ده هي فرشة دائرية لكن صغيرة. راح احضر اللون هون اللي راح استخدمه، راح اخد اصفر، هون في عندي القليل من الاصفر، وهي بالباليت هون في بقايا احمر مثل ما شايفين، اوكي خفيف، لون خفيف جدا بدنا ناخده. اوكي اصفر، هون عندي القليل من الاحمر، باخد شوي منها بحطهم هون وبزيد لهم الاصفر، تقريبا هاي اللون اذا شايفينه، لون كتير شفاف وفاتح. اوكي هذه المنطقة اللي هي ملتصقة بالحجاب اللي هي لبسته، شوفوا اللون اذا مبين درجة اللون اللي طلعت. مددها تقريبا لنص هيدا الخد من هون، وبخفف اللون بالماي، وبجي الجبين بعمله باللون المخفف. اوكي بنزل هون على منطقة الانف ايضا باللون المخفف جدا. اجي ركز اكتر على المنطقة المحيطة بهذه العين. اخذت اللون الاحمر اللي حطيت معه اصفر هيدا هون، هيدا الخط البني اللي حطيته هون منه وطلوع هيك بشكل شبه دائري، راح اسحب هيدا اللون كي بهيدا الشكل بس هون بهالمنطقة الصغيرة. هيدا اللون بعد عندي منه بالفرشة، راح احطه هون على هيدي لحمة الانف هاي هون. اوكي اعملها هيك لونها هيدا اللون، نفس اللون راح احطه شوي فوق الشفة هون بهالمنطقة، دغري المنطقة الملتصقة بالشفة هيك نقطة مثل ما شايفين، يعني على الخفيف. برجع ايضا هو نفس اللون بحط منه ضربة هون على الدقن، بسحبه شوي لهون، هون القليل القليل تحت الحجاب يعني طرف الجبهة من فوق. اوكي بهاي هو نفس هيدا اللون لهون، هودي لهون شايفينه خفيف، بدي زيد عليه القليل من الاحمر. كمية قليلة جدا من اللون هون راح عم نستخدم، يعني راح احط منه بهيدي المنطقة، وان حطيت هذاك اللون قبله شوي بحطه تحت منه على العين، يعني فوق العين خط صغير هيك، وبخليه هو يتمدد لانه هذيك اللي حطيتها قبل شوي بعدها مش ناشفة منيح. حط منه هون على طرف لحمة الانف هون ايضا، يعني تقريبا عم بعمل فيه ظل اللي عملت المرحلة اللي قبلها. اوكي هون رح احط منه شوي على الخد وقليل هيك هون، بس هول حطيتهم هون على عظمة الانف بدي خففهم، فاذا حطيت ماء على الفرشة وخففتهم بهذا الشكل. راح اخذ القليل من هيدا الاوكر، الاوكر هو هذه الدرجه من الاصفر من الها اوكر، راح فوت اكثر لتحت العين، عفوا لتحت الحاجب، يعني اللي مفترض انه هو حاجب، هذه المنطقه اللي هون حط فيها القليل من الاوكر كل المنطقه المحيطه بالعين، نفس الفرشه بمرق هون هذه المنطقه
رتبت الفرشة وسحبت اللون لتحت، برجع هون ببرز شوي ايضا بالاوكر المنطقة هون من الانف فوق هيدي شوي، هون بحط ضربة صغيرة. اوكي خففتها، بشيل المي عنها حتى غطي هالاماكن البيضة اللي عندي هون كلها، انا حابة اغطيها بالاوكر. هون البنة حاول سكر العين اكتر، يعني هيدا بياض العين هون عندي انا مش مبين. اوكي بسكره كله، برجع بيجي لهالمنطقة هون اللي هي منطقة العين، طبعا الجفن مثل جورة عامل، لانه مثل ما قلت لكم احنا عم نشتغل على وجه عجوز. هيدي هون هي خط الانف هون بعلمه ايضا بشكل واضح وبارز، خط الوجه هون اللي هو تحت الخد، طبعا هون في عنا جلد مترهل يعني بعلم له الخط منيح لانه عاطي ظل واضح جدا. في اللي هي هالمنطقة اللي ما زالت بيضة، هيدي منطقة ظل يعني الانف هو عاطي ظل عليها، لهذا السبب انا هلا بدي بلش علمها بالشكل المزبوط يعني بحددها. اوكي شفتوا كأني عم برسم واجه بقلم رصاص، لكن انه نفترض انه القلم ملون يعني. هاي المنطقة هون من الخد انا بعدني عم بستخدم البني، بس هلأ صار اخف شوي، برجع بمرقه هون. خط البني اللي حطيته هون لفوق بطلع فيه بالاوكر، حطيت اوكر على الفرشة اوكي وبطلع فيه بهذا الشكل لهون، وبسحبه تقريبا لنص الجبهة. عندي هذه المنطقة لهون، منطقة الدقن تحت الذقن هون، بدي احط لها ظل. اوكي هيدا الظل من هون هيك بنزل طبعا، بس بدي اسحب اللون من منطقة الظل لمنطقة الضوء، بخفف اللون بالماء مثل ما عم بعمل هون. هون ايضا هيك بحدد منيح الاوتلاين الاطار الخارجي، يعني مثل ما شايفين انا الضوء جاي عندي من هذه الجهة، يعني هذه الجهة هون فيها ظل اكثر. اوكي لذلك حطيت هون ظل تحت ظل الانف من هذه الجهة ظل، هون بدي احط شوي هيك ظلال على التجاعيد تحت هذه المنطقة من حجابها تاخد ظل اكثر. اوكي مرحلة هلأ المرحلة التالية هي انا بدي العب بالالوان، شو حابة احط الوان شو حابة زيد عليها لانه الملامح بينت. اوكي انا هلا حابة احط لمسات يكون فيها لون بنفسجي ليلكي. اوكي اللون الليلكي بهيدي الباليت غير موجود عندي، لذلك باخد احمر وازرق. اوكي هون في عندي القليل من الاحمر، حط له القليل من الازرق، رح اخد هيدا الازرق الغامق بهذا الشكل بيطلع عندي لون بنفسجي او هيدا الليلكي. اوكي بدي تقله بعد شوي لانه في عليه كتير مي. رح بلش حط ضربات منها هون. اوكي حابة حط هون على الدقن، حابة حط هون هيك شوي بهالمنطقة، نتفي هون. هلأ بدي اسحبه هيدا اللون اللي حطيته، نظفت الفرشة منيح وهو قبل ما ينشف على الاخر، بجي انا
هيك ضربات خفيفه خفيفه بالفرشه مثل بطبطب عليه. اوكي كل شوي بنشف الفرشه بس حسة انه بتلت صارت يعني فيها رطوبه اكثر، بنشفها بالمنشفه اللي هي موجوده بجانبي. اوكي هاي المنطقه هون من الخد انا حابه احط لها هيك لمسه يكون فيها على احمر اكثر. اذا هو نفس هذا اللون بس بزيد عليه احمر اكثر لحتى هيك يعطيني كانه مايل على حمار اكثر مما هو على زرق. اوكي منه حابه احط منه لمسه هون على على الخد. هلا بسحب اللون اوكي بهذا الشكل. انا نضفت الفرشه بالماء اوكي سحبت اللون هيك. هون بدي اسحبه اكثر لانه ما بدي اياه يكون معلم هيك. بهذا الشكل هون حطيت ضربة كمان على الجبين. هاي المنطقة هون للعين بدي غمقها اكثر، بزيد احمر فوق البني. شفتوا كيف هيك؟ هون بدي احط لها ضربة خفيفة احمر ايضا فوق البني. هاي المنطقة هون حابة كمان اني زد لها احمر. ثم رح زد لها ازرق. ارجع للانف، بدي اشتغل اكتر على الانف. هذه المنطقة اللي هون اوكي رح اخد اي لون، رح شوف هيدا اللون عندي بالباليت اللي هو سيانا. سيانا اللي هو مزيج بين البني والاحمر. اوكي شوفوا انا اخذت منه رح فرجيكم عليه هون، شوفوا اذا ببين هو هيدا اللون بيكون بني محمر. اوكي هيدا اللون رح اخد حط منه ضربي على هون على المنخار. شوفوا الضربات اللي عم بحطها كتير خفيفة. اوكي هو نفسه هون باعلى منطقة الانف يعني بين الحواجب هون حطيت منه ضربة ايضا. ومنصير هيك نلعب بالالوان حسب يعني خيار شخصي جدا، وانا بيكون عندي يا وليدة اللحظة للصراحة. يعني انا وعم برسم بصير بشوف هيدا جاي عبالي حط هيدا اللون هون، جاي عبالي حط ضربة من هيدا اللون هيك. اخدت رجعت اللون البني، بدي اشتغل اكتر على هون على حافة الأنف هاي لحتى أعلمها أكتر وأطلع فيها لهون لبرا. يعني هون هيك هاي المنطقة هون جاي عندي ظل. أوكي هلا شو صار عندي بهاي الحالة؟ صار عندي إنه صار تقريبا نفس لون هايدي المنطقة هون المفتوحة بالأنف. أوكي ما فيش مشكل. كيف بدي طلع هيدا اللون الغامق كتير هون؟ انا راح اضيف له ازرق لانه انا ما بستخدم اللون الاسود الا نادرا جدا، وهون انا مش حابة استخدم اسود. وحطيت الازرق فوق البني اوكي عطى المراد، يعني اعطاني الشيء المراد. راح بطرف الفرشة هيك حدد الانف اكتر. عندنا نقطة مهمة بالانف راح اعملها هلا راح اخبركم عنها. سيدي سيدي كبيري بالعمر، الأنف عادة هاي المنطقة الهون القدام ما بتكون طالعة لفوق، بتكون نازلة لتحت. اوكي بيكون في ترهل بهيدي الدائرة تبعول الأنف، ما بعرف شو اسمها، بيكون في ترهل. وهي البوزيشن الوضعية اللي هي جالسة فيها إذا بتلاحظوا وجهها بهيدا الشكل ومائل لتحت. اوكي هيك، لذلك رح نعمل نحن هون هيدي رح ننزلها شوي. كيف مننزلها؟ اخذت انا لون ازرق على الفرشه وبحط هيك خط صغير. الفرشه بعد معي القليل من الازرق رح احطهم هون على منطقه الشفه. مثل ما شفتوا هي مسكره تمها. اوكي طبعا كمان الشفاف مع العمر بزموا ما بيعودوا كبار، ما بيعودوا عراض. اوكي لون الازرق ايضا هون في عندي فوق الشفة، يعني هالمنطقة في تجاعيد
رح اعمل هيك خطوط صغيرة كي بتعطيني هيدا الانطباع، بتساعدني على انه ابرز هذه التعابير بهيدا الشكل. هالمنطقة هون حابة هيك احط لها بعد ضربة لون بنفسجي هيك القليل، هون ايضا تحت الشفة بحط اصفر. اوكي قبل ما بلش بهالعين، في هالعين العين اللي هون هي مش مبينة، يعني بس مبين منها القليل من الجورة اللي هي عاملتها. اوكي رح احط لها هيك خط بالازرق، ورح اجي لها والتجاعيد اللي هون بعلمهم شوي بالازرق. مثل ما شايفين خطوط بسيطة جدا. في عندي هون شوية حاجب هيك شبه حاجب، يعني رح ارجع لهون المنطقة بأول الظلال بالازرق. هون رح احط ضربة صغيرة ضوء هيك اصفر. اوكي هلأ رح بلش اشتغل على المنطقة المحيطة بالوجه اللي هي قماش، يعني هو الحجاب اكيد من القماش. وهون في عندي ايده هي متكية هيك حاطة ايده تحت وجهها، هاي بدي ارسمها بس خلص الحجاب. اوكي هون سرعت الفيديو لانه انا يعني بهيدا الدرس حبيت انه فرجيكم بالتفصيل الوجه للصراحة. رح تشوفوا بعد شوية اللوحة، بس خلصت منها على امل انه يعني يكون قد افادتكم، افادت المهتمين اللي عم بيتابعوا هيدا الفيديو. فاذا الى ان القاكم بفيديو تعليمي جديد ان شاء الله، دمتم برعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.